هل عدم إنجاب طفل يعني السعادة وتحقيق النجاح في عالم الفن والشهرة؟ إليكم في حلقة اليوم من توب 10 المشاهير نجمات رفعن شعار لا للأمومة من أجل الفن. صرحت الفنانة سلوى خطاب أنها لم تحلم ذات يوم بأن تصبح أماً، فقد اختارت عدم الإنجاب بإرادتها بسبب عملها في التمثيل. فوجهة نظرها هي أن المجتمع يشهد تغيرات كثيرة جعلتها تخاف من فكرة إنجاب الطفل، فهو يعني مسؤولية وهي ليست قادرة على تلك المسؤولية وليست نادمة على هذا القرار. الفنانة إلهام شاهين صرحت أنها اختارت ألا تكون أماً بإرادتها الكاملة، وكان ذلك في لقائها مع المخرجة إناس لدغيدي ببرنامج شيخ الحارة والجريئة، وصرحت أن السبب الفعلي هو خوفها من المسؤولية. الفنانة الشابة منى هلا واجهت ردود أفعال سلبية وانتقادات عديدة بعد إعلانها عدم رغبتها في الإنجاب، وذلك خلال حوار معها في برنامج حكايتي المذاع على يوتيوب. قالت فيه: مش عايز أكون أم، مش شخصيتي خالص. وأشارت إلى أن هناك عدداً كبيراً من السيدات يرفضون الإنجاب وهو ما اختارته بإرادتها منذ فترة، وتختلف تلك الأولويات من سيدة لأخرى، موضحة: أنا لو صحيت الصبح عاوزة أحط هدومي في الشنطة وأسافر حعمل كده، لكن في وجود طفل مش حقدر أعمل كده، لذلك حريتي أهم من تكوين أسرة. صرحت بطلة المسلسل الشهير فريندز جينيفر إنستون أن قرار عدم الإنجاب يعود لها هي فقط، وأنها سئمت لوم الناس المستمر لها بسبب عدم إنجاب أطفال، وقالت إن هذا القرار خاص بالشخص نفسه وفكرته حول الحياة السعيدة. صرحت الإعلامية الأمريكية وينفري في إحدى لقاءاتها الصحفية أنها لو كانت أنجبت أطفالاً كانوا سيكرهونها بسبب عملها وجدولها اليومي المزدحم، وكان سيكون عائقاً بينها وبين أن تكون أماً جيدة. الممثلة الأمريكية سارة بولسون قالت في تصريحاتها: لا أريد أن أشعر بالضيق، واعترفت أيضاً أنها خائفة من النظر إلى ابنها وهي تشعر بالأسف، كما قالت أيضاً إن قرارها يبدو أنانياً في نفس الوقت بالنسبة لكثيرين، لكنها تعتقد أن كلمة أنانية لها معنى آخر ولا تشمل قرار عدم إنجاب الأطفال.